متابعينا جاهزين على السريع نسوي لنا حلاوة نشب؟ خليكم وياي. المكونات بالأول طحين نشب 4 معالق، لا مو 4 وايد، 3 العفو سامحوني، 3، ونضيف عليهم الزعفران، ونضيف عليهم 3 كواب مي، ونضيف عليهم الهيل، وكوب واحد سكر، وهذا السكر، ونضيف عليه الهيلات، ونحمي الجدر ونخلي بيه زيت، ومن بعد ما ذاب عندنا طحين النشا والمي ونكبه بالجدر. طيب هذا الجدر وهذا الزيت خليه يحمي، واضيف عليه هذه المواد اللي سويته، بس تعرفون نسيت الماي ورد، وهسه ضفت عليه الماي ورد. شوفوا حبايبي، نظل نخوض بالجدر لما يصير عندنا هيتشي. هذا اسمه بالايراني ماسخاتي. ماسخاتي جهزت عندنا حلاوتنا، نضيف شوي زيت بالصينية وندهن الصينية، وهسه اخلي بيه الماسخاتي. كلش لذيذ هذا الماسخاتي حبايبي، جربوا تشوفون الزيت، تشوفون حبايبي شلون صار عندنا. شوفوا هسه نخليه بالصينية نفرشه، شوفوا شلون طلع من الجدر. شفتوا حبايبي، قطعتها بالسكين وهسه ازينها باللوز المبشر. اذا عندكم ورد محمدي ايضا زينوها.